بتقول ان مقتل جمال خاشقجي كان رساله الى المعارضين. الفاينانشال تايمز استجابتها النهارده انها دي رساله الى المعارضين في الخارج. مقتل خاشقجي ارسل رساله مرعبه لمعارضي الانظمه العربيه بالخارج. اهو يا فندم فاينانشال تايمز، مقتل خاشقجي ارسل رساله مرعبه لمعارضي الانظمه العربيه بالخارج. نشرت صحيفه الفاينانشال تايمز البريطانيه تقريرا تحت عنوان مقتل خاشقجي ينشر رساله مرعبه للمعارضين. اعد التقرير ده كل من سايمون كير وهبة صالح واندرو انجلاند تحدثوا فيه عن الرساله اللي وجهتها كذا، واعتبر التقرير اللي ترجمته 24 ان مقتل خاشقجي في اسطنبول كان بمثابه رساله مرعبه من الانظمه العربيه القمعيه لمعارضيها في الخارج، تفيد بانها مستعده للقيام باي شيء في سبيل قطع الطريق على امام اي محاولات لثوره جديده على غرار الربيع العربي. نعم، الرساله هي يعني هذه كانت ايضا بعدا من هذه الحادثه، الرساله الى ساكنين في تركيا من السعوديين وايضا غير سعوديين، كل مظلومين الفارين من دولهم وساكنين بتركيا، يعني تركيا ليست امنه. انا اريد اسال يعني واحد سعودي في اسطنبول حاليا لو انتهى جوازه او اي شيء يحتاج ورقه كيف يذهب الى قنصليه السعوديه؟ واحد مصري او مصري او سوري يعني الان لا احد له امن وثقه بالذهاب الى قنصليات او سفارات، يعني من يعني في الحقيقة يعني الآن هم أرادوا أن يجعلوا تركيا دولة غير آمنة مع أنها كانت دولة آمنة ملاذا وحيدا للأمن للمسلمين والمظلومين. تمام، أنا سؤالي بقى هل لو استفادت تركيا وحققت كل أهدافها من الملف ده نعم هل ممكن تركيا منذ بداية القصة شاهد أنها أدارت القصة في الحقيقة بالحكمة بالعقلانية جداً. ما شاء الله سليمة جدا، ادارتها استخباراتيا كانت ممتازه جدا، وحتى الان بين قوسين الاعلام التركي في الحقيقه ايضا كان يتمشى مع مزبوط يعني الحكومه، اذا الحكومه مشيا صحيحا مزبوط. بحيث ما كانوا يعني يتوغلون وكانوا يهاجمون حتى يحصلوا المعلومات وينشرها، كانوا ايضا يمشون مع الحكومه مندمجا، لذلك الاستخبارات التركية يعني هي تمشي تماما من حيث جمع معلومات ونشرها وتصريحاتها مزبوط. وايضا اداره الاعلام التركي يعني اعلام ايضا ما شاء الله يعني مسيطر معك في كل ده يا دكتور مطلب، وبناء عليه علما ان الاعلام العالمي في الحقيقه حتى الان لا يحصل على المعلومات الا من الاعلام التركي او اعلام مزبوط. الحكومه التركيه وبناء على ده بقى نعم، وتصريحات سعوديه من اول يوم، لماذا انا سميت لها مسرحيه؟ يعني اول يوم ماذا قال؟ الرجل دخل وخرج، طيب الخطيبه تنتظر، الرجل لماذا لا ياخذ خطيبه ولا ياتي؟ تمام، قال انه خرج راح، وصار هناك مدبلجه شخص ونعرف يعني. بعد الايام الضغوطات طبعا كانت مستمره، وقبلوا اعترف بان الرجل قتل من قبل هؤلاء ال 18 شخص، طيب لو قتلتم خلينا يعني اخذوا هذا الروترز هذا الاجنبي هذا الاجنس الاجنبي هذا روترز في يوم الخامس سمحوا بهم دخول للقنصليه، لم يسمحوا اعلام التركي لم يسمحوا يعني لماذا لا تسمحون باعلام التركي وتسمحون ما كانت مصلحه